المستوى في الناس اللي يجيو يعوموا فقط كما تحصل المساكن هذا سيدي ده قال راه مشكلتنا الاساسيه في الكرامه خاطر فيها على خاطر قاعدين نجربوا في دور الهيئات قبل ما نحطوا الاطار القانوني دونك لازمنا نستفيدوا من الخبره اللي قاعده تصير وهذا الخوف اذا كان مظاهر لا اخلاقيه هنا في الشارع هذا واضح ايمان شكرا لك على كل التفاصيل ايمان في قطاع الإرشاد والتكوين رغم الإحساس الناس الكل اللي هو هام جدا و أنزل إليك من ربك طغيانا بينما الرحلة هذه بجدو أكثر من 32 ساعة تعطوني المسافة نحكي بأكثر تفاصيل في موضوعنا هذا حتى في علاقة بعد شوية أيضا بين تب looking you go find with Smith.